اعزائي مشاهدي مطبخ شو فهمي شو، بنرحب بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده هنعمل اكله بسيطه خفيفه سريعه، مش هتاخد معانا اكتر من 5 دقايق، قول 10 دقايق بالكتير. فاحنا النهارده بنعمل حاجه سريعه، سوسيس بكيني. هو بيتباع كده في المطاعم، اسمه سوسيس بكيني، نسبه لبكين بقى نسبه لايه مش مهم، المهم انه حاجه لذيذه جدا. والسوسيس لوحده هو محتاج يبقى في معجنات او حاجه عشان طعمه حلو. ممكن لما يتقلي بس او لما يتشوي بس ممكن يعني لطيف، انما السوسيس بكيني يبقى طعمه حلو قوي لانه بياخد من طعم البصل والطماطم والفلفل. فاحنا دلوقتي هنبدا الخطوات. انا زي ما شفتوا انا قطعت الحاجه عشان بس ما اضيعش وقتكم. هنضيف بس هو السوسيس طبعا مملح، احنا دلوقتي هنضيف ملح للمكونات اللي احنا حاطينها، شويه بس البصل والفلفل والطماطم. انا ما نعملش حساب السوسيس في الملح لان اوريدي ملحته وتبلته وكل حاجه تمام. نضيف فلفل اسود برضو للمكونات اللي احنا حاطينها، مكترش قوي يعني. بعدين نضيف زيت عشان نحمر بيه. ضفنا الملح والفلفل، دلوقتي هنضيف زيت مش كتير قوي يعني، شويه معقولين عشان نعرف ايه نشوح الموضوع مع بعض. ونخش في مرحله الطهي. دلوقتي يا جماعه بنبدا مرحله الطهي، فنخلط كل المكونات دي على بعض. انا طبعا جبت قطعت الحاجه وجهزتها بحيث ان انا ايه ما اضيعش وقتكم في فكره التقطيع والحاجات دي يعني. حاجه هي جاهزه مقطعه، نقلب بقى كله مع بعضه. طبعا احنا لما بنعمل حاجه فيها بصل الطبيعي ان احنا بنسيب البصله تدبل الاول وبعدين نضيف الحاجه اللي احنا هنعملها عليها، انما في السوسيس البكيني لا، كله مع بعضه، البصل مع الطماطم مع الفلفل مع المكونات بتاعنا اللي احنا حطيناها كله على النار مع بعضه وعلى الهادي يا زبادي. اصلا نشوف شكل الالوان مع بعض حاجه تفتح النفس يعني، شكل الطماطم مع السوسيس مع الفلفل مع البصل حاجه كده كميه الوان سبحان الله يعني، ربنا مخلي حتى شكل اكلنا وحاجتنا نعمل منه يعني. دايما نحاول كده واحنا بنعمل الحاجه نشوف ابداع ربنا يعني في ايه في حاجته اللي انا عاملها دي. هنشوف جمال الالوان اصلا بتاع الاكل يعني، يعني نعرف احنا ربنا ايه كرمنا قد ايه، حاجات حلوه نعم حلوه، دايما نحمد ربنا كده على نعمه كده ايه اول باول. طبعا الموضوع زي ما قلت لكم مش هياخد 5 دقايق او 10 دقايق، كل الفكره ان احنا بنقلب لحد ما مثلا الطماطم تنزل ميتها، الفلفل يبتدي بس ياخد لون بسيط، البصل نفس النظام يبتدوا يستوي مع بعض، السوسيس نفسه يستوي وياخد لون احمر شويه طبعا. احنا مع بعض اهو شويه سوسيس بكيني بقى، بكيني ولا تغديك. اه يا جماعه احنا دلوقتي تقريبا في المرحله الاخيره، الموضوع ما خدش 10 دقايق، اكله سريعه جدا لذيذه حلوه. هوريكم الخلاصه بعد ما خلاص السوسيس نفسه خد لون
البصل استوت اهو، الفلفل استوى. شفتوا بقى احنا ليه حطينا كله مع بعض؟ لان كله بيستوي مع بعض، فمش محتاج حاجه تستوي قبل الثانيه. نقدمها ونوريكم شكلها النهائي. اهو يا جماعه دي النتيجه النهائيه. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. الحاجه زي ما احنا شايفين كلها استوت، البصل اهي خدت اللون بتاعها، الفلفل استوى، السوسيس كمان استوى. موضوع سريع قوي ولذيذ قوي، اكله سهله وسريعه وما بتاخدش وقت، والسوسيس كمان مش غالي، الحاجات استوت بسرعه، مكونات بسيطه بناكل بيها حاجه طعمها حلو في نفس الوقت مش مكلفه وفي نفس الوقت سريعه. بالهنا والشفا، واستنونا في حلقه تانيه.